عندي الوصفة بتاعتي عبارة عن دجاجة هقسمها نصين، يعني مسابقة بنص دجاجة مش دجاجة كاملة. هستخدم العلبة دي بتاعت دجاج مشوي بالفرن. الدجاج المشوي بالفرن دي فيها كيسين بتكفي 2 كيلو جرام. انا دلوقتي هستخدم نص دجاجة، يعني مش دجاجة كاملة، فهستخدم نص كيس. لو بتحب طعم البهارات يكون باين قوي ممكن نستخدم كيس، بس انا الصح ان انا استخدم نص كيس، لان الدجاجة بتكفي كيس، الدجاجتين بتكفي كيسين. هجيب الزبادي، وعندي نص ليمونة، وعندي نص كيس توابل سبايسي. بالنسبة للبطاطس، عندي بطاطس متقطعة ويدجز كده بقشرها، وعندي ماء مغلي، وعندي ملح، وعندي زيت، وعندي توابل سبرينكل اللي هي خلطة التوابل لكل الأكلات، هحطها على الوش بعد لما أحمر البطاطس. أول حاجة هبتدي أعملها دلوقتي إن أنا هسلق البطاطس بتاعتي في مية. هو نص كيس توابل سبايسي دجاج مشوي بالفرن مش كيس، معلش أنا دي غلطت فيها وأنا ببعت لهم الوصفة، هو نص كيس بس، لأن الكيس بيكفي دجاجة كاملة. أول حاجة هبتدي أعملها إن أنا هسلق البطاطس بتاعتي دي أقل من سلقة، يعني أنا بس بديها نص سلقة كده عشان لما تتحمر تطلع مقرمشة وتطلع طرية، أنا مش مقطعها رفيعة، فلو حمرتها على طول هتطلع نية. لازم أسلقها الأول، بعدين أصدمها في تلج بمية ساقعة، وبعدين أروح محمراها عشان تطلع مقرمشة وتطلع جميلة، لأن البطاطس دي بتبقى حجم الصباع بتاعها كبير مش صغير، فلو اتحمرت على طول مش هتستوي معاكم، عاملة زي البطاطا الحارة كده. واسيب ده كده ونشوف مع بعض دلوقتي الفراخ بتاعتي هنعملها ازاي. اول حاجة هجيب النص فرخة بتاعتي واسخن الجريل بتاعي اللي انا هصدمها فيه. انا هعملها بالطريقة دي عشان حابة شكلها يبقى حلو وتاخد علامات الجريل. حابب يدخلها الفرن على طول اوكي، الاتنين ينفعوا في المسابقة. عندي النص فرخة اهي ماسكة نفسها وحلوة وحجم مش كبير قوي، مش عايزاكم تجيبوا الحجم الكبير قوي بتاع السلق. وبعدين هنجيبها كده، هشرح تشريحات بسيطة قوي عشان ادخل التتبيلة فيها. هغسلها بملح وخل، وبعدين اشطفها واصفيها كويس جدا، واعمل لها منقوع تقعد فيه عشان الريحة الزفرة بتاعتها تطلع، اللي هو عبارة عن يكون فيه مستكة، عود قرفة، ورق لورا، ممكن حبهان، نفس مقادير السلق بس في ميه بارده عادي، تطلع لي كل الريمه اللي فيها وكل الزفاره اللي فيها، وروح شطفاها ومصفياها على فوطه تكون معايا قبل التتبيله لونها وردي كده وحلوه، وتكون ما فيهاش اي ميه تزفر لي الفراخ بتاعتي وانا بشويها. بعمل تشريحات بسيطه جدا عشان التتبيله تدخل جوه، وابتدي اجهز التتبيله اللي فيها لو حد مش بيعرف يتبل الفراخ دي اسهل تتبيله ينفع تطلعوها وتبقى جميله جدا معاكم. عندي العلبه دي اللي بطعم الدجاج المشوي، هتكفيني ان انا اقعد احط زعتر وميه بصل وبودره ثوم، مش هحتاج معاها اي حاجه غير ان انا احطها مع زيت او زبادي. انا احب الزبادي علشان بيفضل مطري الفراخ بتاعتي لحد الاخر، وممكن كمان اجهز ان انا مثلا لو حابه اخزن الفراخ بتاعتي بيها اخليها في عزومه تانية، اجهز مثلا اربع فرخات ولا حاجه، استخدم اهو نص كيس، مش لازم استخدم كله مره واحده شوي، ممكن اتبلها وادخلها الفريزر تتخزن، وكل ما تقعد كل ما تبقى احلى. حط الزبادي، ومش بنزود بقى ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. عندي شويه زيت صغيرين، عندي زبادي، شوية زيت صغيرين وتوابل المشويات بتاعت سبايسي اللي هي بتديني طعم الزعتر والبودرة الثوم وبودرة البصل والحاجات اللي بنقعد نعملها كتير قوي عشان نعمل فراخ مشوية. بنقعد بقى، في ناس بتحبها بالبصل المفروم، وفي ناس تعملها بطماطم مفرومة، انا مش محتاجة اعمل كل ده، انا معايا تتبيلة تخينة حلوة هتمسك في الفراخ على طول وهتديها طعم قوي على طول. انا بحب جدا اجيب ليمونة كده وما احطهاش في التتبيلة، احطها في الفراخ كده علشان تشيل لي اي طعم مش حلو فيها، وطعمها بحب طعم الليمون. اللي بيحب يدخل شوية صغيرين في التتبيلة انا بحب قوي
افركها كده عشان بحب طعم الفراخ يكون ما فيهوش اي ريحه زفاره. انا من الناس اللي عيلتي بقى بيتريقوا عليا من كتر ما انا عندي هس هس ريحه الزفاره في اي حاجه في الاكل بتضايقني، حتى لو التتبيله حلوه جدا لازم تبقى ريحه الحاجه حلوه، مش بس التتبيله، لا لازم تبقى هي متنظفه. نجاح الفراخ بالذات اللحمه بسهوله نشيل زفارتها. الفراخ نجاحها مش بس ان هي تبقى متبله حلو، نجاحها انه كمان نغسلها حلو. حط شويه زيت صغيرين في الجريل، حط شويه زيت صغيرين كده، حاجه بسيطه بس عشان الفراخ ما تاخدش لون غامق، عايزاها تفضل فاتحه كده وجميله زي ما قلت لكم. يبقى انت هتعملي ايه معايا؟ هتعملي الفراخ زي ما انا بعملها كده وهتصوريها وتنزليها على الانستجرام بتاعك وتعملي لي انا وسبايسي منشن، وبعدين هتقولي لاصحابك في الكومنت بتاعك وانت بتكتبي المسابقه انه يعملوا فولو لثلاثه من اصحابهم. هختار احسن وصفه هتطلع قريبه للي انا مطلعاها، وهختارها هي وحد واحد من اصحابها اللي عاملين منشن في الكومنتات بتاعتها. اول حاجه بصدم الفراخ بتاعتي كده في جريل سخن واخد باقي التتبيله ودينا بيها، وزي ما انتم شايفين عشان التتبيله حلوه مسكت فيها على طول، احنا ما ريحناهاش. التتبيله دي من التتبيلات الهايله جدا اللي مش بتحتاج حتى ان انا اسيبها ترتاح، ريحتها حتى طلعت على طول ماليه الاستوديو، مش محتاجه ان انا اقعد اسيبها في الثلاجه. لكن لو حابين تخزنوها طول شهر رمضان تعملوا كذا فرخه وتخلوها في الفريزر وتطلع تفك وتشوها تكون سهله معاكم، مش هتبوظ مش هتغير طعمها، تكون حلوه جدا. انا هطلع فاصل سريع اجيب الثلج بقى اللي هنحط فيه البطاطس والميه الساقعه ونبتدي نشوف البطاطس هتعمل ازاي وتكون الفراخ اخدت لون. استنوني ورجعت لكم بعد الفاصل. وبصوا بقى الفراخ بتاعتي اخدت لون حلو جدا جدا جدا، بصوا من جوه جميله وطريه، وشكل الزبادي حلو ماسك فيها كده، وعامل لها صوص حلو قوي ولونها هايل جدا. ده اللون اللي انا عايزاكم تعملوه، بصوا من جوه اهو. استاذ فهمي بس الاخراج عجباه من جوه قوي، لونها ذهبي حلو. ده اللي انا عايزه اشوفه في الصور بتاعتكم في المسابقه، مش عايزاه تبقى من جوه سودا، عشان في ناس بتقعد تبعت لي في المسابقات ليه احنا ما كسبناش، ليه اخترتي كذا. هو مش بس ان انت تعملي ديكور حلو للفيديو بتاعك او للصوره بتاعتك، انا حابه ان انت تعملي اللون بتاع التسويه يطلع صح، ما يبقاش الفيديو كله تحفه بس مثلا عامله الكيكه محروقه او الفراخ مطلعاها غامقه جدا. احنا عايزين الطعم والشكل ولون التسويه. دلوقتي انا هصدمها على كل الاتجاهات كده. ليه احنا بنعمل كده؟ ليه مش بندخلها الفرن على طول؟ دي احنا عايزين نصدم الانسجه بتاعتها كده عشان تاخد وقت اقل معاكم. الخطوه دي بتسهل عليكم 50% من التسويه اللي في الفرن، بتخلي اولا الانسجه تتشد لان هي اتصدمت في درجه حراره الجريل العاليه جدا، وبعدين لما بتيجي تدخل الفرن بتكون خلاص الانسجه اتشدت فبيكون اسهل، فتفضل طريه معاكم لحد الاخر. غير لما بنحطها نيه على طول بتبتدي بقى تسخن والفرن يكون سخن، وعبال لما تحس بيه وكده بتطلع برضو طريه، بس دي بتطلع هايله ان انتوا تصدموها في الاول وبعدين تروحوا مدخلينها الفرن. عندي دلوقتي البطاطس اللي انا سلقتها، انا طبعا اخدت منها شويه في الفاصل علشان الحق احمرها، وهقول كده عملت ايه معاكم. عندي دلوقتي تلج، التلج ده بيخلي اي حاجه سلقناها كخضار سوتيه كبطاطس دي كبطاطا حاره، اي حاجه اتسلقت تفضل ناشفه كده وماسكه نفسها، اما اجي احمرها ما تشربش زيت معايا وتبقى احلى. المفروض ان انا بروح مطلعاها كده بعد لما اخدت 5 6 دقايق سلق، ويبقى عندي تلج كده، واطلع الكميه واحط عليهم ميه ساقعه كده، ميه ساقعه. المية الساقعة دي مع التلج بتخلي البطاطس ترجع تمسك نفسها عشان سلقتها تعبتها، عايزة اريحها بقى واخليها تجهز للتحمير. فالمفروض ان انا اقعدها زي ما انتوا شفتوا، انا ما حطيتش اي حاجة في السلق، ولا حطيت ملح ولا حطيت زيت ولا حطيت اي حاجة، انا اكتفيت بس ان انا عاملة ايه، ان انا حاطة
ميه مغليه. ليه؟ علشان انا عايزه ابهر البطاطس دي لما تطلع، مش عايزه يبقى فيها اي حاجه تقلل لي نسبه الملح، تزودها لي، عايزاها تكون مظبوطه. اطفي بقى البوتاجاز ونبتدي نكمل مع بعض تاني. يبقى انا عندي البطاطس، هعيد معاكم تاني، قطعتها بالمنظر ده بقشرها، هي بتبقى كده، دي النوع البطاطس دي بتبقى كده ما بتتقشرش. بعدين سلقناها 5 6 دقايق علشان بس نطري الجزء اللي جوه، الجسم الداخلي ليها، علشان لما اجي احمرها تبقى كرانشي وتبقى من جوه وبره مستويه. بعدين لما طلعتها من السلق كان معايا طبق في تلج وميه ساقعه، بنشف البطاطس بتاعتي بديها نشفان تاني كانها لسه متقطعه. بعدين المفروض ان انا بصفيها كويس جدا من الميه ونزلها في زيت سخن جدا، احمرها كانها فرايز عاديه جدا. الطريقه دي تنفع كمان في الفرايز العاديه، تطلعها احلى من الطريقه العاديه بتاعتنا. الفراخ بتاعتي دلوقتي انا اديتها الصدمه الاولانيه بتاعتها، بصوا هايله جدا كده، هي خلاص جاهزه ان هي تدخل الفرن. بنعمل ايه بقى علشان تدخل الفرن؟ بتدخل على 180، بتقعد نص ساعه. ليه نص ساعه بس؟ علشان احنا صدمناها، اخدنا وقت من التسويه بره، فمش هتكمل كل التسويه جوه. بحط فويل كده، مهمه بقى قوي الحته دي، الحته دي ناس كتير بتبعت لي تقول لي ليه الفراخ غمقت مني من فوق، ليه بقى لونها غامق؟ علشان في خطوه كلنا كنا بنعملها زمان ما كانتش صح، ان احنا بنحط الفويل فوق وتحت وما بنحطش ورق زبده قبل الطبقه اللي فوق، فبيروح على طول الفراخ او الحاجه بتاعتنا الفويل يروح لازق فيها، فيعمل لنا شويه حروقه كده. احنا عايزينها تطلع طريه وجميله، فمش عايزين يكون فيها اي سواد، عايزينها يطلع لونها هايل. انا هوريكم النسخه، كفايه السواد فعلا اللي في الجو، هوريكم النسخه لونها هايل جدا. انا المفروض دلوقتي صدمت الفراخ بتاعتي، فراخ تعبانه بقى وهلكانه من الصدمه، عندي الفرن لو بارد هيبوظ الفراخ دي زي الكيك، لانه هي في درجه حراره معينه لازم ادخلها في نفس درجه حراره اللي هي فيها، فانا هسخن الفرن قبلها ب10 دقائق اكون انا بعمل الصدمه، وهي بتتصدم اكون انا مسخنه الفرن، تطلع تقعد دقيقه بس ترتاح، تهدى مش تبرد، ترتاح بس، وتدخل على 180 تقعد نص ساعه. دلوقتي انا ما حطيتش زيت ولا اي حاجه، ان هي لسه هتنزل لي دهون وميه، وانا حاطه زيت في التتبيله فمش عايزه ازود زيوت تاني. اللي عايز يزود مثلا مكعبين زبده كده، اللي بيحب طعم الزبده على الفراخ ممكن، بس انا شايفه ان كده هي تمام جدا، والبهارات بتاعتي بتاعت سبايسي للمشويات هتخليها طعمها تحفه ومش محتاجه اي حاجه. بعمل ايه؟ بحط على الفراخ بتاعتي كده ورق زبده اكتم بيها الطبقه الخارجيه منها علشان ما تلزقش في ورق الفويل ويطلع في الاخر لونها حلو، واقفل فوقيها تاني بورق زبده تاني. ورق فويل قصدي، من كتر ورق الزبده اتلخبط، اقفل بورق فويل وادخلها الفرن بتاعي. ده كده انا بمنع ان الوش بتاعي يتحرق، بخليها تطلع طريه. جربوا الطريقه دي، الطريقه دي بتفكرني بطريقه حله الضغط، انا بضغط على الحاجه مش مدخله لها هوا، مديالها ضغط جامد جدا، فهتطلع مترابطه وهتطلع لونها حلو جدا. باجي بس كده في الاخر عندي خله كده، هعمل بس كام خرم بسيط كده، تخريج بس هوا من الطاجن بتاعي، حاجه بسيطه جدا علشان بس يخرج هوا، ما يكتمهاش قوي ولا تكون مفتوحه. واحنا ضغطنا الفراخ اصلا بايه؟ بورق الزبده. يبقى احنا تبلنا الفراخ بالزبادي وشويه زيت صغيرين وتوابل السبايسي للمشويات، استخدمنا نص كيس عشان الكيس بيكفي دجاجه كامله، واحنا مستخدمين نص فرخه. وبعدين عملنا الفتحات بالسكينه عشان التتبيله تدخل لجوه، تبلناها كويس قوي، صدمناها على الجريل، بعدين طلعناها حطيناها على الفويل، وحطينا ورق زبده عشان ما تتحرقش من فوق، وحطينا فوقيها فويل تانية. دخلها الفرن على كام؟ على 180، دخلتها فرن هادي مش هتطلع حلوه معانا، لازم يطلع الفرن في نفس درجه حراره الجريل اللي احنا صدمناها فيه. انا دخلها الفرن دلوقتي واطلع فاصل وارجع لكم على طول نشوف البطاطس مع بعض، استنوني.